ولك تفضلي اشرحي لي هالمصادفات اللي عم تصير معك. بتطلعي بتعملي شوبينج بلا ما تقولي لي، بينسرق موبايلك بلا ما تحسي، تاني يوم بتنزل التسريبات تبع الفويسات على الانترنت، ايما تلحى ويرفع وبصمة ايدك عن الموبايل بهالسرعه. تفضلي اشرحي لي. ما بعرف، يمكن في ناس كانوا عم يراقبوك وشافوك عم تجي لهون وصاروا يراقبوني، ولما رحت على المول سرقوا لي الموبايل، ويمكن كل القصه صارت بالصدفه، ولما وصلوا على الفويسات بالواتساب قرروا يستغلوا الموضوع. وهلا المطلوب مني انه انا صدقك عايدة، اوكي انا حصدقك، بس اللي خطط لهالشيء واللي خطط انه يمشي وراكي ويسرقك وياخذ منك الموبايل بعتقد عنده خطوات ثانيه كثير يعملها قبل، مثلا ممكن يتصل فيني يبتزني ويبتزك وياخذ مصاري. بعدين الخطوه الثانيه كانت انه جيبهم على السوشيال ميديا. وشو يعني كل هالحكي؟ انت المستفيده الوحيده من كل هذا الموضوع، انت اللي بدك تخربي علاقتي مع بيان، وعم تعملي كل شيء بخليك تحققي هذا الشيء. علاقتك مع بيان؟ وعلاقتي انا فيك شو؟ مين عم يخربها؟ مو انت اللي بعيد عني؟ مو انت اللي ما بعرف تجي لعندي وتحكي معي؟ ما في على لسانك غير بيان بيان بيان. لأني بكره 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 انت لو عن جد بتكره بتطلع بعيوني وبتقلي انك بتكره. انت ما بتكره، انت كل ما انا عم تحبها اكتر واكتر.